بخبر مفاجئ وللأسف بدنا نعتبره انتصار اليوم، أن ينصف القضاء ضحايا تفجير الرابع من آب. اليوم كان هناك رد أو رفض لطلب الرد، وأيضا لنقل الدعوة التي كانت مقدمة من الوزراء والنواب نهاد المشنوق، يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل. اليوم ما هو المسار القضائي؟ هل يستأنف المحقق العدلي تلقائيا التحقيقات والاستجوابات، أم علينا أن ننتظر تبلغ القاضي بيطار؟ هذا القرار اللي صادر اليوم عن محكمة الاستئناف غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ولذلك القرار بيكون نافذ بمجرد صدوره، إلا أن استئناف يعني القاضي التحقيق العدلي أعماله سيتم طبعا بعد تبلغه، يعني حتى لو كان القرار نافذ بحد ذاته فالتبلغ هو ضروري لتمكينه من استئناف التحقيق من النقطة اللي وصل لها. وبالتالي نحن ننتظر اليوم تبلغ القاضي أو المحقق العدلي طارق البيطار لاستئناف الاستجوابات. بالضبط. طيب. كان في خليني أقول ثغرة قانونية أو حتى التفاف على القانون بمحاولة لتحديدا، نتحدث هل الآن عن النائب نهاد المشنوق ورد الطلب الذي تقدم به، كان هناك محاولة لكسب الوقت عبر عرقلة أو توقيف هذه التحقيقات ريثما تفتح أو يفتح عقد عادي لمجلس النواب. اليوم مع هذا القرار من محكمة الاستئناف أمام القاضي البيطار تقريبا 14 يوم من لنواب من دون حصانات، ما هو المسار القضائي والقانوني؟ هل يمكن أن يدعي على هؤلاء أو حتى يعني الوصول إلى حد إعلام أو جلب لصقا أو توقيف أو شو ممكن يكون؟ أول شيء تنقول تشكر محكمة الاستئناف على السرعة بإصدار القرار بدون شك يعني. ولكن ما بدنا نعتبر نحن كل طلب يقدم إلى القضاء هو بمثابة الالتفاف على القانون. ليه عم بقول هالمبدأ هذا؟ لأنه المدعين والمدعيين بأي دعوة ومثل الدعوة هيدا حتى لو كانت خطيرة من حقهم ممارسة كل طرق المراجعة أو كل الطلبات اللي بيعطيهم إياها القانون. فأنا بدي أنظر موضوعيا للموضوع وأقول أنه من حق يعني يقدموا الطلب أنه يقدموا بس هذا الطلب. أما بالنسبة لقرارات قاضي التحقيق بدها تتناول هؤلاء النواب والوزراء السابقين أو النواب الحاليين، طبعا بالنسبة للنواب لازم نرجع للدستور اللي يقول أنه ما بنقدر نلاحق النائب بدورة انعقاد المجلس إلا بإذن من مجلس النواب. وبالتالي إذا انقضت هالأيام هيدي الأسبوعين اللي عم تحكي عنهم بتصير الملاحقة بحاجة لإذن من مجلس النواب. أما إذا أصدر القاضي قرارات قبل انتهاء هذه المهلة فبتكون القرارات صحيحة. طيب بس رئيس هون في سؤال ولا بد من يعني التوقف عنده. عم تقول حضرتك أنه لا يمكن وصف ما حدث بالالتفاف لأنه يحق للمدعى عليه ممارسة كل الطرق المشروعة قانونا. بدون شك بشدد على هالنقطة، أكيد بشدد على النقطة، ولكن ما فينا نحرم أي شخص من الدفاع. واضح رئيس، بس أنا سؤالي أنه عندما يكون تقدم بهذه الدعوة أمام محكمة غير مختصة وطبعا الموكل أو وكيل النائب نهاد المشنوق على يقين ودراية أنه محكمة الاستئناف غير مختصة، شو بيكون هذا الأمر؟ رح أقول لك الوضع. هالقرار اللي أخذته محكمة الاستئناف اليوم هو استمرار لاجتهاد المحاكم اللبنانية بقضايا سابقة صارت على الأخص سنة 2007 لما طلب رد المحقق العدلي بقضية اغتيال استشهاد الرئيس رفيق الحريري آنذاك، وردت محكمة الاستئناف هذا الطلب شكلا معتبرة أنه قاضي التحقيق العدلي غير مشمول بصلاحية محكمة الاستئناف المحددة
بالمادة 121 وما يليها أصول محاكمات مدنية. هذا قرار اتخذ اليوم، ولكن ما فينا نقول لصاحب الحق أو صاحب الحق بالطلب أنه لأنه في قرار من هالنوع هذا فما لازم تقدم طلب، خاصة أنه في رأي آخر قانوني يقول أنه من غير الممكن تصور أن يفلت أي قاضي من القضاة من إمكانية طلب الرد. كمان هالرأي هذا جدير بالمناقشة. ما عم بقول أنا أنه أحكمة الاستئناف أخطأت، ولكن أقول أنه القضية موضع جدل، وبتصور بيكون قرار محكمة الاستئناف اللي ما اطلعت عليه لحد هلأ بالتفاصيل، إنما اطلعت على نتيجته، بتكون معللة هذا القرار وقايلة ليش هي منا مختصة شكلها. طبعا. طيب في سؤال آخر فيما خص الوزير يوسف فنيانوس، تقدم أيضا بدعوى تزوير ضد القاضي أو المحقق العدلي طارق البيطار على اعتبار أنه ادعاؤه على القاضي غسان خوري لاحق لكف يده وأن مؤقتا عن ملف التحقيقات، وقيل أنه بحسب هذا التزوير أنه هو غير تاريخ الادعاء. كيف يتم التعامل مع هذه دعوة التزوير وما تأثيرها على مسار التحقيقات؟ برجع بشدد على نقطة أساسية، أنه يعود إلى أي شخص ممكن يظن فيه أو يتهم، يعني إذا كان بوضع المدعى عليه بعبارة أبسط، أنه يستعمل كل الطرق المتاحة بالقانون. هلأ إذا قدم طلبات وكانت هالطلبات بغير محلها وخصوصي بمجال القانون الجزائي، كمان القانون بيحكي مرات عن غرامات، مرات عن حقوق للمدعى عليه أو المدعى عليهم إذا ردت هذه الطلبات. فأنا لا أستطيع أن أتصور كمان أنه مدعي أو مدعى عليه ما لهم حق يمارسوا هذه، ضمانة دستورية وضمانة لهم بالمواثيق الدولية كمان. ما لازم نتوقف كثير عند هالنقاط هاي، من حق التقدم بأي طلب وللقضاء أن يفصل بهذه الطلبة. أنا بدي أشكرك القاضي غالب غانم على هذه المداخلة فيما خص التطورات القضائية في تحقيق تفجير الرابع من آب.